صاحبة مراكز المسؤولين للأزياء والتجميل. أول شيء بدي أقول كل عام وأنتم بخير لأميات الفلسطينيات وأميات الأهل. شاركنا هنا في معرض مرايا فلسطينية على أساس نقدم هدايا لعيد الأم، نعمل هدايا لعيد الأم. الأم العروسة اللي بتحجز عندنا من أول اللي هو الشهر، من أول من امبارح تقريبا لغاية آخر الشهر، أم العريس أو أم العروسة بتعمل عندنا مشاريع. زائد إن إحنا هنا في المعرض اليوم وبكرة عاملين خصومات 25% على كل واحدة بتيجي بتزور المعرض بتاخد كارت 25% وبتنتهى تزورنا في أي وقت. زائد منتجات طبيعية كلها لعلاج الشعر والبشرة عاملين عليها خصومات 10%. بالإضافة لإنه أفرعنا 7 أفرع موجودين في جميع أنحاء القطاع. بدي أعرفكم على الدكتورة إينا الروسية اللي بتشتغل عندنا في جميع الأفرع، اللي بتشتغل في علاج الشعر والبشرة وتنزل الميزوثيرابي والبلازما. أهلا وسهلا فيك، أنا دكتورة إينا الروسية مع الدكتورة المفضلة بتقول له الإطراف وشكراً تماماً. أهلا وسهلا فيك. أي المشكلة البشرة، أي التجاعيد التخدير اللي حاب شباب كله يعني موجود معالج، مع وجود جلسات طبعا، موجود احنا جهازات، موجود ميزوثيرابية، كل المشكلة يعني في البشرة بتقلل. أهلا وسهلا فيكم. دائما احنا بنكون عند حسن ظنكم، وشعارنا دائما هو إبراز الجمال وإخفاء العيوب. متعاونين مع قطاعنا القديم ومع كل الشعب الفلسطيني، الشباب الفلسطيني، نحاول نكون حتى أسعارنا متميزة وعروضاتنا كلها متميزة عشان نتوائم مع الوضع اللي احنا فيه. إن شاء الله دائما ما يأتي سيكون أجمل. يعطيك العافية.